مرحبا، معكم معاذ من 2M Technology. اليوم حورجيكم كيف بنحط هارد درايف ب 2M DVR. كل ما شايفين هلا، اول شيء بدنا نفك الغطاء. في براغي هون عنا، انا اوريدي قايمون، بس نجيب الغطاء وبنجيب هارد درايف. عنا هاي هارد درايف 250 جيجا بايت، كل واحد في عنا هون فتحات خصيصا لنثبت الهارد درايف. هلا بنقلب الدي في ار وبنثبت الهارد درايف حتى يتطابقوا، بنلاقي يتطابقوا على بعض. نحط اول واحد، هلا بنحط ثاني واحد. هن اربع براغي، مو ضروري نحطهم كلهم، هلا حنثبت بس اثنين. بعدين بنوصل الساتا باور، ساتا ديتا. بعدين بنشعل ال دي في ار. هلا هو بياخد تقريبا معنا تقريبا دقيقة حتى يظهر عنا بالشاشة. بعدين بنحط فورمات. هلا عم نستنى ليطلع لنا فورمات. بنحط فورمات. هلا كل الهارد درايف جديد اجباري اول مره بدنا نعمل له فورمات للهارد درايف. كمان شايفين هلا عندنا خيارين، يا اكزيت يا فورمات. نحن هلا حنحط فورمات، بتاخد بقى حسب سعه الهارد درايف تقريبا من دقيقتين لثلاث دقائق. هيك انتهينا من الفيديو الاول. لا تنسوا من مشاهدتنا على قناتنا على اليوتيوب.